نقابل في حياتنا العديد من الأشخاص، منهم من يترك أثراً طيباً لا يمحيه البعد أو الغربة أو الفراق، وعندما نتذكرهم تضحك أعيننا وتبرق وتشتاق إليهم، بينما تجد أشخاصاً كما جاءوا كما ذهبوا، بل وبالعكس نتمنى لو أنهم لم يعبروا في قطار الحياة معنا. نادية امرأة التقيتها صدفة في أحد أسواق الجزائر علم الله، عندما وقعت مني محفظتي وحفظتها لي، وبالصدفة رأتني وردت الأمانة، فرحت كثيرا لأنها من أحدى معجبات بي، أو بالأحرى من أحدى آلاف الأصدقاء وراء الشاشة. فرحتها بلقائي وضحكتها التي كانت تشع من عينيها أثرت بي كثيرا. تتكلم لغة العيون نادية، تتكلم لغة العيون، تحس فيهما بريقا يشع طيبة وصفاء. كم جميل أن تلقى كل هذا الحب من أناس غرباء لا تعرفهم، بينما هم يعرفوك لأنك كنت ضيفا في بيوتهم كل يوم. فرحت لهذا الحب، أحسست أني أمشي على الطريق الصحيح، فغايتي كانت وما زالت محبة الناس، وأن أكون استطعت مساعدتهم من خلال أطباقي. من أحبه الله حبب فيه عباد الله، وأنا أحسني غنية جدا جدا بحبكم. دعوت نادية إلى دار شهرزاد ووعدتني أن تعد لي طبقا من أطباقي، برعت في تحضيره من شدة محبتها لي. ألف تحية وتحية، وألف شكر وشكر لكم يا أحباب قلب شهرزاد. شكرا لك نادية، شكرا لأنك أعطيتني طاقة وحب أتمنى أن يكون في قلب كل إنسان عرفني، وربي لقيني بكل واحد فيكم ساعة الخير. مرحبا بكم يا حبابي، مرحبا بكم يا حباب قلب شهرزاد في دار شهرزاد. اليوم فرحت كتير بنادية، فرحت بشهامة نادية، بطيبتها، الطيبة اللي كانت في عينيها، ديك الضحكة، الضحكة الحنينة والطيبة. فرحت كي تشوفي بلي مازال الدنيا بخير، ومازال ناس عندها قيم، ومازال ناس تحافظ على الأمانة. سمعت توشيتني حبها ليا، شفت فيها حبكم كامل ليا، وحسيت قداش أنا محظوظة بوجودكم في حياتي. عرضتها باش نتعرف عليها أكثر وتعرفوا عليها انتوما تاني معايا، راها تصوني قالت لي بلي راها واصله راها طيق، نحل عليها وراح تكون معايا اليوم في الكوزينه طيب معايا، نحكوا مع بعض ان شاء الله. اي مش نحل عليها. هلا بيك يا قمر. بس الخير شهرزاد. شكرا حبيبتي، ما جيتش اديها خاويل. زيد فضلك جاتو طايف. ربي يخليك حبيبتي، تفضلي. شكي شهرزاد يا ربي، تفضلي حبيبتي. زيد فضلك. راني في الكوزينة صح، اليوم مانيش وحدي في الكوزينة، اليوم راني مع نادية اللي اليوم راها ضيفتي واللي جات تزورني. عرضتها قلت لها روحي تحضري معايا تورناج، داري تشوفيه في لمسة شهرزاد، تشوفيه في كوزينة واحدة أخرى، وتشوفيني في الدار. اليوم راح تكوني معايا، هما راهم يشوفوا فيك كما انت كنت تشوفي فيا، راح يشوفونا مع بعض، نطيبوا مع بعض. مرحبا بك حبيبتي مره ثانيه. نسمك، انا سعيده اليوم ان نكون مع حصه في لمسه شهرزاد. انا بدار شهرزاد، دار شهرزاد، ماليش غير لمسه، لمسه شهرزاد ودار شهرزاد. يعني انا اسعد وحده اني نجوز معك اليوم ونشوف الوصفات ديالك ونقدم لك وصفه ديالي. ربي يخليك حبيبتي، ربي يخليك. انا اللي عجبتني في نادية انها حافظه لمسة شهرزاد بشكل مهول، يعني الوصفات حافظتها بدقة بدقة ومشربتها. جابت لي الجاتو كنا شفناه مع بعض في لمسة شهرزاد. راح تحكي لنا عليه لأنه عجبها. تعجبني كي تقول لي درتي هذيك، أنا خذت من عقل شو درت، تقول لي درتي هذيك ودرتي هذيك ودرتي هذيك، وتقول لي أنا زدت لها هذي وضفت لها هذي. وأنا تعجبوني انتما كامل كي تكتبوا لي في كتكتبوا لي في لمسه شهرزاد، كيما داري دائما نجاوب، لكن ما كنتش شايفتها. ربي الصدفه، ربي صدفه من خير من الف ميعاد، ربي لقاني بها. و
الصدفة صابت، هي صابت لي أمانتي وردت الأمانة حبيبتي، وقلت لك اليوم تاني راكي ضيفتي، راح تحكي لنا على الكاتو اللي خيراته اليوم. دارت كاتو شافته في لمسة شهرزاد ودارته بلمسة نادية. أوكي، درت قطايف بلمسة شهرزاد بصح بطريقة خاصة ديالي إن شاء الله راح نحكوا عليها. وأنا أنا نحب أنا أقولهم كما تعلموا مني كما نتعلم منكم. اليوم راح أنا، هي قالت لي عندي واحد الوصفة باغي نعطيها لك اليوم، راني نديرها، علمتها لي. نتبل بصح ماشي بالباذنجان، نتبل راح يكون باذنجان فيه، بصح نتبل هنا راح يكون بالسلق. بالسلق، وصفة صحية وطريقة جديدة، يعني جديد. فكرة جديدة، صحي ولذيذ، راح يكون فيه مقادير بسيطة وراح تشوفوا باللي لذيذ. حبيبتي أنا قلت لك جربته وعجبني، واليوم راح نديروه مع بعض، راح نديروه لحبابنا ويشوفوه. أوكي أوكي، أنا نخدم وأنتي تقصري لي، بغيت لك حباتك تقصري لي على القطايف اللي خيرتهم. علاش خيرتي هادو؟ القطايف لأنه شيء سهل جدا أنا نعمله، ما يديش بزاف الوقت. وكذلك أنه كذلك فيه كريم فريش وفيه كريم باتيسيير، شوية نديرو له زبدة ندهنوه ونديرو في ليمون. تمتم يعني الوقت يدي لك من الوقت نصف ساعة فقط. نص ساعة في ديك ديري قاطو شباب، نص ساعة تقدري قاطو. هاتي السيكي اللي كانوا يكتبوا لي كانوا يقولوا لي ديري وصفات صعبة، كاش مجربوها راه تشوفوا باللي جربها وهايلة الوصفات. ما تديش وقت بزاف وصفات شهرزاد، ربي ما عندهاش وقت طويل باش نديروا الوصفة، يعني مع انه رانا في وقت ان نكونوا عاملات ندخلوا للمطبخ تكون الوصفة مليحة وشابة بريزونطابل، وميم طون تاني نشوفوا باللي عندك عندك الإيجابية، الشيء الإيجابي فيك أنه تمدي ديكور الوصفة ديالك بطريقة رائعة جدا. الله يهنيك حبيبتي، ليست مجاملة، ربي يخليك حبيبتي. أنا نقولهم دائما نبغي صالح سهلين بصح عاطي للعين، يعني كي تحطيها تحمر لك الوجه، تحمر الوجه. دونك حبيبتي أنا راني ندير في المتبل تاعك، إلا غلطت من بعد قولي لي. راني درت الزيت، راني نقلي في البصل، بصح عندنا نص بصل، أنا نقلو فيها ونديرو ثاني طماطم، نص طماطماية راها مقطعة. شو ما غاديش تخليني نهضر روحي، غادي تهضري يا دير. نهضر معها شهرزاد. قولي لي حبيبتي، متى بديت تفرجي في لمسة شهرزاد؟ من بداية شهرزاد، بداية شهرزاد ما كانش يعني أنه لأني أنا عندي هوس الطبخ. سي فغي؟ نحب الطبخ بزاف، ولمسة شهرزاد علمتني أفكار بزاف بزاف مليحة. ربي يخليك حبيبتي. دونك حبيبتي هنا حطيت البصل اللي تقلى، قلتي لي ديري له طماطم. طماطم. ونقلي الطماطم ومن بعد ندير له البصل. البصل، وعندنا ثاني لي زيبيس، عندنا الكركم. دير الكركم. تنديروا لي زيبينار باش ندير الكركم. نقدر نديرهم قبل من بعد ندير الزيبينار. هي قالت لي كي هضرت لاخر، كي قالت لي قبل ما تجي، قالت لي نعطيك الوصفه تاعي، قالت لي دي باذنجانه، باذنجان قطعيه دوائر، ويا تحطيه في الفرن يتقلي. قالت لي بصح انت علمتينا نديروه في الفرن، صحي اكثر. صحي، بزيت الزيتون احسن. بزيت الزيتون، ملحوه من قبل، تخلوا داك الماء تاعو يخرج، من بعد كي تنشفوا من الماء تديروا لها فولبادي جونين بزيت الزيتون، وبعد ديروه في الفرن يطيب، ما يجي يقهم، ما يجي، وصحي كذلك. وصحي كذلك. واشيس واحده اخرى مازال ما قلتها لكمش، اشيس واحده اخرى انك ممكن تدهنيه، يعني كي تملحيه وتنشفيه تدهنيه بمياض البيض، هذاك بياض البيض راح يخلي، يعني حتى كاين اللي يبغيه مخلي، بصح يقول لك يشرب لي الزيت. لو دهنتيه ببياض البيض وقليتيه ما راحش يشرب الزيت بزاف، لانه هذاك بياض البيض راح يكون بوكليي، راح يحميه من 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 الزيت، ما هذاك تشرب، لانه سيكوم اون ايبونج كيما الاسفنجه. قلت لك فكره واحده اخرى شهرزاد، قولي لي حبيبتي. كذلك فكره يعني جميله جدا انك ديريه في الحليب كذلك. سمعي هذه ما نعرفهاش. تمتم تحطيه في الحليب، تمتم تخرجيه، تخليه شويه وتقليه، ماشي حتخليه يشرب هذاك الزيت اللي يكون فيه كامل. تاني بالحليب، هذه فكره انا نبغي نتعلم منكم تاني، هذه فكره تاع العائله ديالي ديرها. ربي يخليك. دونك ناديه راه تقولنا نديرو في الحليب، في الحليب تمتم ونخرجوه، نخلوه شويه ونقلوه. درك هنا السلق، نعم السلق راه مغسول، راه مقطع، راه مقطع، ونديره هنا يطيب كيما قالت لي ناديه. فرانشمون يعني راكي عاقله ناديه، بدايه لمسه شهرزاد كنت دخلتها غير سلق، طيب بزاف السلق. السلق السلق والسلق صحي جدا السلق. والشيء الجميل ان هذا الوقت تاع ولينا نعرفوا كيفاش نقولوا الاكلات الصحيه نتبعوها اكثر،
لانه السلق بكري كنا نديروه بزاف في الماء يغلي ومن بعد نحوه ومن بعد نطيبوه. نفس الطريقه يعني كان يطيب هذا غير نحطوه برك يتلق برك الماء ديالو هذا ما كان نخلوا له الفائده نتاعو. يعطيك الصحه. درك هنا راح ندير توابل. التوابل تاعنا خليك انت تقولي عليهم. واش التوابل؟ عندنا الكركم، سكنجبير وفلفل الكحل. كركم مليح. كركم ونعرفوا بلي حنا الكركم مع الفلفل الكحل عنده فائده كثيره بزاف بزاف. الكركم في منفعه يعني نقول لهم نصحهم يدخلوا لليوتيوب ويشوفوا المنفعه تاع الكركم. يا سلام. انا قاعده طيب الكركم. انا نموت على الكركم. انا ما راهش هذا سكنجبير هنا. دير شويه سكنجبير. التوابل كلها عندها فائده. توابل فائده بصح الكركم عنده فائده كبيره. فيه زانتي اوكسيدون اللي يساعدوا ضد امراض السرطان يعني بوغ لا بريفونسيون كونتر لي مالادي كونسيروز. انا نستعملو حتى في البيتزا. مرات نستعملو في البيتزا. انا ما استعملتوش في البيتزا. نستعملو في البيتزا لانه صحي دائما نكون معايا في كامل الاطباق. لو كان شوي برك. يا سلام. درك انا حبيبتي نقلي فيه وقلنا باللي راه عندنا الباذنجان هذا راح نقدموه به. وهنا راه عندنا ثاني ناديه قالت لي باللي بما انه راح دير متبل بالسلق عندي هنا طحينه كريمه السمسم اللي راح كي نطحنوه لانه راح نطحنوا هذا الخليط اللي عندنا نميكسيوه مليح راح نزيدوا له كريمه السمسم. معروفة عند المشرق العربي بالطحينة. ما ديريش ليمون. شوية ليمون. راح نجيب أنا ليمون من الثلاجة وراح نضيف. إن شاء الله. ليمون يا ليمون. صح قولي لنا حبيبتي أنا واش عجبك أنت في لمسة شهرزاد؟ لمسة شهرزاد يعني تحبي تديري عرضة. تحبي ديري عرضة ما عندكش مشكل أنك تخيري كامل الأطباق. عندك لمسة شهرزاد فيها كامل الأطباق من المقبلة للطبق الرئيسي الحلو كما نقول في الأخير. يعني بسرعة أنك تشوفي لمسة شهرزاد وديري هذيك العرضة ديالك بسرعة. يعني تحمر العين. تحمر العين. الحمد لله ربي ان شاء الله يقدرنا ان نمد اكثر. حبيبتي هنا طلق الماء نطحنه خلاص ولا نزيد شويه؟ نخلي شويه برك زيد يطلق الماء ديالو. نجيب انا الميكسر. الميكسر نطحنوه. وقالت لي الطبق راح نديرو مدربل دنجال. قالت لي نحبو. نحب كي ديريه. ونقول لك معلومه صديقتي يعني عندي صديقات عراقيات يحبوا الوصفه هذه بزاف بزاف. قلتها بزيت الزيتون تاع شهرزاد. قولي بزاف نحبوها بزيت الزيتون صحيه. الحمد لله. العراقيات يحيوك بزاف بزاف صديقات العراقيات. الحمد لله. ونحيو اهل العراق. نحيو اهل العراق مصر سوريا كل البلدان العربيه ما شاء الله. يعني الناس اللي يشوفون عندك في توسع في اللمسه ماشي في الجزائر فقط. والله يعني العظيم في كل البلدان العربيه يسعدوني الناس كي يكتبوا لي. كاين اللي يكتبوا لي من فلسطين يكتبوا لي من القدس ويقولوا لي نتبعوك. كاين انه حتى وحده من ماليزيا سي فري كتبت لك من ماليزيا. عليكم ناديه اللي حافظة يعني تعرف حتى الناس اللي تخلي لي كومونتير واللي نعرف كامل. ولا حبيبتي سي بون دوكا نطحنو سي بون دوكا نطحنو. واش رايك في الكونسيبت الجديد تاع هاد ليميسيون تاع دار شهرزاد؟ هايلة دار شهرزاد ما شاء الله. تعرفي حبيبتي انا درتها تحسي انك في دار. ربي يخليك حنا انا 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 درتها لاني حبيت نفتح وكاني فتحت داري لحبابي وناسي ليكم باش تجوا ونعرضكم ونطيبوا مع بعض ونتسامروا مع بعض ونحكوا مع بعض ونعيشوا لمسه شهرزاد بشكل اخر. نعيشوا لمسه شهرزاد مع بعض وكاننا انا الشيء اللي حبيته انني نحسوا كاننا عائله. ان شاء الله راح نكونوا عائله اكبر و بلوس ودي اونكور. يعني حتى الضيافه انا تحسي راكي في دار شهرزاد. ربي يخليك حبيبتي. درك هنا راح نطحن المتبل تاع ناديه. يا ناديه اوب راه الريحه تشهي. وتصوروا معي البنه نتاع السلق. بزاف يحبوا السلق من طلبنا اللي يتفرجونا
قلت لك الحصص الاولى كانت كانوا حبوها كي كنت درت هذوك لي موفين بالسلق شالهم. هلا ناديه، واش دير في الحياه؟ قولي لي حبيبتي. انا في الحياه كنت استاذه ومن بعد خدمت كادر ديتيود، ومن بعد خدمت انيماتريس برينسيبال، ومن بعد ريسبونسابل بار انتيريم، ومن بعدك ريسبونسابل، ومن بعد دوكايا انيماتريس برينسيبال. مؤسسه ثقافيه. مؤسسه ثقافيه يعني فيش مؤسسه ثقافيه. عندك بزاف ديال زاكتيفيتي يعني دائما في الدومين تاع تخدمي مع 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 الصغار، مع الاطفال، مع يعني حتى مع الشباب، مع ديكا نرحي لي زانغريديون هادوما. زيدوا الطحينة درك باش تردوا كريمة. الطحينة كريمة يكون أكثر. ملعقتين طحينة هكا. ملعقتين مع شوية قرص، دائما قلنا القرص. نزيدوا القرص. واحد. اثنين. ولا شفنا ما نزيدوا لها، نقدروا نزيدوا لها نصف ملعقة. أها. هذيك على حسب الذوق. يعطيك الصحة. كاين اللي يحب كيفاش نقول لك الذوق تاع الطحينة. ونزيد القرص. نقدر نحي هذيا. انتي حبيبتي اوب كان لازم نعصرو قبل ما نحطو. معليش وان ونطحن. فوالا نحكي من هاك هاك مليح. نشوفو الدوق. دوق جيب لك مغرفه ولا نجيب لعمري مغرفه؟ دوق هاك. بسم الله. طيبه. ريحه الطحينه ما يبانش السلق، ما يبانش خبه خبه وصحي وصحي. ونقدموه بالمقبل رائع. وقتها في رمضان تحفه تحفه. حبيبتي نروحوا فاصل ونرجع بعد الفاصل باش نشوفوا الطبق اللي اختارته ناديه اليوم بلمسه شهرزاد في دار شهرزاد ندرب الدنجال على طريقتي. وليناكم يا حبايبي، ما وليتش وحدي، ولات معايا ناديه. راكم في هذا دار شهرزاد وناديه راها ضيفه دار شهرزاد. يا حبيبه قلبي سعيده كثير 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 باستضافتك. درنا مع بعض وصفه تاعك الباذنجان بمتبل السلق، ودروك راح تحت طلبك راح نديرو مدربل دنجال. اوكي اوكي ان شاء الله. مدربل دنجال راح نديرو كما قلنا طريقه صحيه. انا هادو ما قليتهمش، هادو درت لهم زيت زيتون ودرتهم في الفور. اوكي وراح ندير راح ندير فيه البصل، ندير فيه نطيبه باللحم، حش طيبه بالدجاج الخضراء، ونديره بالكفته، نزيدو ديك الكفتات اللي راح نتبلوهم، وراح نحشيهم بالفرماج، راح نزيد لها الجبن فيه، وراح نقليهم ونحشيهم لداخل في الباذنجان. راح نجيب جوست ريسان باذنجان، فباذنجان باش نحط داك الراس نتاعو هو اللي راح ينكه لي ثاني للمرقه نتاعي. اوكي قلبنا جبتوش بقالي في الفريكو وبقالي جوج كبار صغار جبتهم هنا. حبيبتي نسمو الله. بسم الله. ندير شويه مارغرين وشويه زيت. واش هي الوصفات اللي جربتيها من قبل من لمسه شهرزاد؟ وصفات كثيره يعني ما كنت تجربت وصفات كثيره، ما قدرش نعدي الاسماء تاع الوصفات. وصفات كثيره كثيره بزاف بزاف. الحمد لله. هنا ندير الزيت دوك. الوصفه اللي كانت عجباتك ولا تفكرتيها درك في ملمسه شهرزاد؟ كاين وصفات كثيره. نتذكر وصفه كانت وصفه رائعه، وصفه من تلمسان. يعني احنا نقولوا القرعه هنايا، سيبسي تقولوا في تلمسان.
وصفه رائعه فخامه يعني تقدم في الاعراس شكونس في الاعراس يعني الحباب وكاع كنت درتها تحفه مع حبيبتي سعيده سعيده من بوفاريك بوفاريك سعيده وصفه رائعه الله يهنيك حبيبتي تقدم في الاعراس على ما اظن شهر تتقدم يعني كي ماشي دائما يعني كي تعرضي الحباب ولا تقدميهم لهم لانها تجي معسله وتجيب ماء الزهر تجيب لينا انا حبيبتي راني درت اللحم راح نقليه ان شاء الله البصل وحنا قلنا باللي وجدنا الباذنجان من قبل اللحم مع البصل هنا الحاجه اللي تبنى انت المرقه نتاعك هذا الراس اللي راح نقطعوه راح نديروه يطيب لداخل حتى التزوق نزوقوا به من بعد راح يطلق البنه تاعو باش الطاجين تاعك تجي فيه بنه الدنجال راح نقلع قشر هنا قلتي لي هذا الراس اللي نديروه لداخل يطلق البنه يطلق الباذنجان يطلق البنه بنه رائعه نقلع اون ترونش سور دو في الفاصل كنا نقصلو قلتي لي كنتي من اول ما نشطو بين ثانويات كنت اول كنت صغيره في نشفالها في الثانويه ما بين يعني في الاذاعه ليس في التلفزه اذاعه كنا ثانويه تفكريني كنا اول يعني ثانويه ومع ثانويه ثانويتين يعني قدمنا في راك شافي على الاسم الثانويات والله ماني شافي على الاسم الثانويه اللي كنا معها قولي ناديه ناديه واش طيب يعني وهو الاختصاص اللي تحبو وتبرع فيه عندي كامل الوصفات ما عنديش يعني اتجاه معين اني نحب نطيب عندي من كل شيء كما نقولوا من كل بستاني زهره زهره ما شاء الله يسلمك هنا حبيبتي راني نقي فيهم وهذا ثاني بعد نقطعهم ونديرهم يا نديرهم تبل يا نديرهم نديرهم شيء اخر اوب ونقلع اون ترونش سور دو تعاونيني حنونه اكيد الله يخليك جيبي ان سلادي وحطي فيه اللحم وراح تبليه ان شاء الله هنا عندي معدنوس مقطع راح تبليه لي نجيب لك ثاني بريس اي ديري فيه الثوم راح ديري فيه التوابل ونجيب لك ملعقه ونجيب لك بسم الله بسم الله نديرو كامل شرزات ها ديري كامل حبيبتي ديري كامل راح ديري ثاني ثلاث فصوص ثوم ثلاث فصوص ثوم نزيد واحدة ثالثة شوية صغيرة نجيب ثاني مغرفة باش نتبل انا من ناحية من جهتي لي زيبيس اللي نديرهم شعرات حبيبتي لي زيبيس ديري ملح فلفل اسود ديري شوية قرفة شوية سكنجبير شوية كركم شوية شوية يعني نفس التوابل اللي راح نضيفهم هنا راح ديريهم لي ثاني انت ملح عندي هنا عود قرفة شوية نعم نجيب القرفة هادية أسنى ما ندير لك ندير شوية برك هكذا بس عينك هي عينيني زاني كركم درنا فلفل الكحل كركم نزيد شوية كركم كركم سكنجبير 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 كركم سكنجبير فلفل الكحل شويه قرفه يعني نخلط ونمشي نحل الكاطو اللي درتيه شويه قرفه والملح زوقاتها ما شاء الله يا عيني جبتيهم تحفه
هادو تعلمتهم من عند شهرزاد. شفتيهم تحفه صدقيني، وغادي ناكل دروك وحده. يا عيني دوقها. بسم الله. صحتك بنان، نجحتي فيها. عشرين على عشرة. صحة. انتوما تاني جربوا روحوا وكلوني وجهوا شي جربتوا عندي. انا وصفات كلها يعني كلها ناجحه. ربي يخليك حبيبتي، والله العظيم صدقيني ماشي مجامله، نجحتي فيها تحفه. الو قولي لي واش هي اللمسه اللي درتيها انت؟ اللمسه اللي درتها اني ما درتش بياض البيض في لاكريم باتيسيير، درت نصف لتر حليب، وثاني درت فيها دو كويير نتاع مايزينا نشا. هذا ما كان خلطهم فوق النار حتى شغل درتي بالوزه. يعطيك الصحه، كل كريم دوري وخلطتهم كامل، نحيتهم من فوق النار، درت له دو كويير كريم فريش القشطه باش يعطي هذاك البياض، يكون اكثر بياض. هذا ما كان حاجه تكون كريميه اكثر. يعطيك الصحه، ونقدروا نديروا فيه اي مكسرات اللي عندنا في الدار. يعني زينتها بال بيستاش، بصح اي مكسر اللي عندك في الدار ماشي على شرط دير مكسر. بالذمه شكون راه عاقل فيكم كي درناها؟ ايوا اللي تبعوا لمسه شهرزاد من الاول يبدو يديهم يقولوا انا. ومليحه في رمضان تحليه يعني خفيفه، يعني تقريبا نصف ساعه من الوقت ديرك. نصف ساعه من الوقت وانت وجدتي احلى تحليه. يعطيك الصحه. اوكي شهرزاد ديبول ولا في نديروهم؟ نعم كيفاش نديرو؟ راح نديروهم طوال. اوكي راح نحشيهم بالفرماج بالجب. اها باش نغيروا فيه شوي. انا نبغي كاع وصفتي نغير فيهم. راح نجيب جب ونرجع لك ان شاء الله. اليوم راه نخدموا بربعة تاع اليدين ماشي غير بجوج تاع اليدين. الا واش عندي؟ عندي غرويير، عندي بنة زيتون. نجيب لك غرويير تاعك؟ اه اوكي. على حبيبتي. اوكي نهولك شويه هادو هنا باش نخدمو تريز اليز. فوالا نجيب لك طبسي حطي فيه. اوكي هنا واش ندير؟ راني قليت البصل واللحم. ندير هادو ما فيهم فرماج؟ هادي حبيبتي طولي شويه عليها استنى نشوف. نديروها بالطول. واه ديريها بالطول. اوكي ديرو غير شويه جبن لداخل يعطي بنه. شوف هذا الطول مليح مليح، لا نقصي منه مليح الطول هذايا. حنقطعهم لك. فوالا شتو في هنا ندير زوج تاع لي غونديل نتاع هكذايا طول مليح، ولا نزيد شويه مليح؟ لا نقص منه شويه هكذا. واه نقص منه شويه انه الباذنجان ما عنديش عريض. اه ماشي ولازم يتلوالي لداخل. اوكي ديري في هذاك الطبسيح النونه، نخلي هنا ندير لك الجو تجي ديري في الاخر. الا شتي المرسو كبير نقصي منه. انا حطيت لك وانتي من بعد شوفي لازم تمتم يتحط تم. وحده تقطع وحده تلف. شوفي لا خاصك من بعد نزيد لك. يكفي كلوا نفس الحجم شهرزاد من الافضل. ابخي هي ليست علوم دقيقه يعني. علوم دقيقه صح. المهم وهنا راح نمرق
فوالا عزيزتي، قلت لك هذوك هذا هنايا، هذا كيما تاع الباذنجان الراس نتاعو راح يعطي بنه جميله كثير كثير. المرقه تاعنا هنا نخليها تطيب. نحمي الزيت روعة. أوكي. درتيهم غاية شابين. هنا البصل والثوم راح نخبيهم، هلو تاني نخبيهم بعد نطيب بيهم. تقريبا قريب نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. بزاف. شفتي يعني حتى اليد ما ياخذلكش يد بزاف ويعطيك طبق عاطي للعين. هذا الشيء اللي يعني المميز في الوصفات، ما تاخذش الوقت بزاف. وش نقولوا تقدر تكون عندك عرضه تكون خفيفه. هذه نقلع منها غير شويه، هذه ثقلتي فيها يدك. يعني ثقلت. الاخرين راهم على على هذه الاولى كم؟ هذه الاولى ثقلتها. من بعد حكمتي يدك. اوكي. تحفة. هذا درتيهم غاية الغاية. يعطيك الصحة. المحمش مليح. قالت لي ديري لي ندير وصفتي، ندير وصفة تاع باذنجان. عرفت عجبوها الحلقات اللي كنت ندير فيهم، حلقة ندير فيها الباذنجان، حلقة ندير فيها ندير فيها مثلا الشوفلور، خاطر كل حلقه ندير فيها السلق، حلقه ندير فيها هذه حلقات كانت خاصه مواد معينه. وسي فري كانوا كتبوا لي عليها وقالوا لي عجبتنا لان فادتنا نشوفوا باللي في ان انغريديون اللي كنا بالك نحضروه بطريقه واحده بامكاننا ان نشوفوه في لونتخي في المقبله وفي الطبق وفي التحليه. يا حبايبي اللي مقضيت احلى اوقات مع ناديا، ناديا اللي ردت الامانه وقضينا اوقات حلوه في الكوزينه، طيبنا باذنجان لانها كانت تعشق وتحب الحصص اللي كنت ندير فيها انا غاديون، وكنت نطيب فيه كلش. دونك قالت لي انا نحب الباذنجان، انا نعطيك وصفه ودير لي هذه الوصفه تاعك اللي نحبوها. مرحبا بك حبيبتي، قضيت معك اوقات سعيده وجميله. والله انا الاسعد انك ليك اللي في دار شهرزاد. ربي يخليك ربي يخليك. راكي تمثلي كل الحباب اللي نموت 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 فيهم، كلهم يا ربي نشوفها واحده واحده ان شاء الله راح تجو وراح تكونوا معايا بحدايا وراح نقدوا تاني اوقات كي من هاك نطيبوا مع بعض. بالك صوالح نتوما تمدوهم لي وصفات، بالك وصفات تاعي تعجبكم، بالك اشياء خاصه حابينها، لي ملا قولوا لي وانا ان شاء الله راح الاشاره. كيش فوتيها معايا حبيبتي؟ يعني جاز الوقت بسرعه كانه ما جاش الوقت. صافا يعني جيك تضحك ولا نو ما كاش تضحك؟ قلت لك كاني في دار شهرزاد، ما كاش جنود الخفاء، ما حسيت بوالو، حسيت اني في البيت قاعده نقصروا نحكي ونطيبوا. ربي يخليك عزيزتي، وانا صدقيني ثاني سعيدت كثير بلطافتك بلباقتك بتربيتك باخلاقك كل ما فيك. ربي يكملك بعقلك برزانتك ان شاء الله، ويزيد لك ان شاء الله خير على خير، وينبو لك ما تتمني. وانا اللي عارفه واش متمني. قولوا امين امين. كاين حاجه اتمناها في قلبها بشكل كبير، وسير تاعها ما نقولوش، لكن نقول لكم ادعوا ربي حتى لو ماكش عارفين واش هو. ادعوا ربي ليها ان شاء الله، قولوا يا ربي وفي لها ومنيها واش راها حابه، انه حاجه خير ان شاء الله ان شاء الله. حبيبتي كي تحققت الامنيه تعاود تولي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبتي. وعد مني حبيبتي، انا اقول لهم تحبوكم نموتوا فيكم، تهلوا في روحكم، ونتلاقاو في حلقه جديده وقصه جديده مع دار شهرزاد. في دار شهرزاد يا احباب قلب شهرزاد احنا ناكلوا بالصحه والهنا، وراكم معروضين. سلام سلام. اي بسم الله حبيبتي. بسم الله.